تعالوا شوفوا هاي البناية اللي بانيها فوق الشلال حتى يحافظون على الطبيعة. بانين هاي البناية كلها بكبرها فوق هذا الشلال. البناية كلها بانيها فوق هذا الشلال. طبعا هاي المدينة قديمة كلش. صايرة بموندال مدينة تيتوبوري بالسويد. هنا هم عندنا شلالات هسه ننزل نصورها. طبعا البنايات هنا كلها مبنية فوق الشلال. هسه راح نروح هناك نراويكم شلون المي ينزل ويطلع من جوا البنايات. ذني معامل النسيج اللي انبنت فوق الشلالات بمدينة يوتوبوري بسنة 1800، يعني صار لها 223 سنة ذني البنايات فوق الشلالات، ولحد الآن محافظة على شلون يعني محافظين عليها لحد الآن ما وقعت، الله يستر عليهم. بس خلينا نراويكم منها شلون المعامل ذني كلها مبنية فوق الشلالات. فشي كلش حلو صراحة، يعني هالمعامل بهالضخامة كلها مبنية فوق الشلالات، حتى الأنابيب مال التصفية مال معاملها موجودة بعد من سنة 1800، يعني شلون بناء قوي. خل أراويكم منا، شوفوا ظني الأنابيب من 1800 ميلادي، يعني 223 سنة بعدهن صامدات من هالجهة. بس لاحظوا شلون المي يطلع من جوا البنايات. هذا البناء هم كله مبني فوق الشلال. فالشي كلش حلو صراحة. مدينة تيتوبوري موندال اللي تابعة لمدينة تيتوبوري طبعا. شايفين من يوقع التليفون شي يجيبه بعد. هاي المنطقة كلش قديمة طبعا، يعني 223 سنة صار لها على هال وقفة. بعدين الدرابين القديمة اللي داير مداير الشلالات تكون. فشي كلش حلو صراحة. اللي ساكن بالسويد يعني يفوت اذا ما جاء زار هذا المكان. مكان قديم كلش قديم. مثل ما قلت لكم باعوه هنا، هذا كله بناء حجر. فوقه يبنون الخشب، حتى بالشتاء بالثلج الخشب لا يخيس. يبقى البناء محافظين عليها مئات السنين. يعني هذين البنايات من سنة 1800. سنة 1800 يعني 223 سنة. والله عمي زين. هنا ربع نص دربونة. بس خلينا نفوت بيها ونشوف شنو الفيلم. بين شيء منها ما يبين. هذا ما ادري شنو. راح يطلع لنا فشي منها معودين. منها همات. يعني شقد حلو من يحافظون على الاماكن التراثيه هنا خصوصا بالسويد وبمدينه تيتوبوري. تقريبا ممنوع يفلشون ذني البنايات. البنايات القديمه كلهم يحافظون عليها، ما يقبلون اي واحد يقيسهن او يعمرهن الا شركات مختصه تجي تسوي تصليحات على المكان. هنا المنطقه الجديده اللي حول الشلالات. هنا تنتهي الشلالات. هنا ينزل هذا الشلال ينتهي يروح للنهر يوصل الى البحر بمدينه تيتوبوري. هسه فديوم نروح نراويكم. بس هنا تنتهي الشلالات. بعد المنطقه شلون حلوه وبعدهم محافظين على البنايات القديمه. هذا كان معمل النسيج. نساء تيتوبوري كانوا يشتغلون بهذا المكان، يعني السويدين قبل لا يمكن اي اجنبي يوصل. سنه 1800 اقدم من السلام عليكم. مهم باعوا منا رجل حلو، منا كلش حلو. طبعا هنا ينتهي الشلال. هنا ما اعرف شنو دا يبنون صراحه، ما كاتبين. بس هاي المنطقه اللي حول الشلال كلها دا يجددوها، يعني قاعد يبنون بنايات جديده. مثلا ذني البنايات كلها جديده تصعد لحد نهايه الجبل. بس راح تصير هناك قعدات حسب ما شفنا بالصور. هناك راح تصير قعدات ومتنزه صغير تابع للمنطقه. طبعا اكبر غلطه اللي تسويها شنو؟ انه تخلي السياره لفوق بنهايه الجبل، يعني تنزل انت على الراحه بس بعدين ترجع تصعد لنهايه الجبل حتى تروح للسياره. هي المنطقه كلش قديمه بس عاليه.
يعني عندك لياقة تعال تونس، ما عندك لياقة مثلي تسحل بروحك سحل. لازم نرجع للسيارة. رجعنا مرة ثانية هنا، احنا بطريقنا. اكو سيارة ورانا لأنه الدرابين كلش ضيقة، فقلنا خليه يصعد حتى نكمل. بس نراويكم هذا المكان مرة ثانية. شوف البنايات شلون صايرة فوق الشلال. لكن بالتليفون ما يبين كل شوية. واخيرا وصلنا. المهم شفتوا هذا المكان كلش حلو. لا تنسون تسوون شير وتتابعون اللي ما متابعنا، واللي يريد يشوف الفيديو بجودة عالية خليه يروح لليوتيوب يشوف الفيديو. تحياتي لكم في مال الله.